السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل لكم لحمة معصجة تنفع لكل حاجة، ممكن تنفع سندوتشات، ممكن تنفع للمكرونة البشاميل، ممكن تنفع لأي تجهيز من تجهيزات اللحمة المفرومة اللي احنا بنحتاجها في حياتنا اليومية. والمكونات عندنا لحمة حطيناها مع الزيت والسمن، طماطم متقطعة صغير جدا، البصل نفس النظام متقطع صغير، وده فلفل بارد وفلفل حار، وعندنا التوابل بتاعتنا حسب ما احنا شايفين اللي احنا محتاجينه، وعندنا الزيت بتاعنا. ونبدأ نحط الحاجة على النار ونشوف هنعمل الخطوات ازاي. طبعا كده حطينا اللحمة المفرومة بالسمن بالزيت بتاعنا على النار. انا مبدئيا بحب اي حاجة بعملها نار مرتفعة. طبعا اللحمة مفرومة على الفرن ناعم مرتين على السمن الناعم. هي بصراحة وصفة ما بتاخدش 5 دقايق وتبقى الحاجة جاهزة للأكل ما شاء الله. ما شاء الله كده. طبعا زي ما احنا قلنا الفرن الناعم والنار العالية، و الصدمة اللي اللحمة بتاخدها في الأول خالص دي بتخليها ما بتاخدش سوى كتير. بنعملها كده عشان نفك أي تجاعيد موجودة فيها اللي هو الكتل. تمام. كده أدام وصلت اللون ده، يعتبر هي دخلت على مرحلة النضج بتاعها والاستواء. نبدأ بقى نحط باقي المكونات. أهم مكون من مكونات البصل، وأنا بحب البصل بكميات أو التوابل عندي بكميات كبيرة. كده حطينا البصل، نبدأ ندي تقليب عشان تبدأ اللحمة تدخل في البصل والاثنين يدخلوا مع بعض عشان البصل ينكه اللحمة. ونستنى بس دقيقة لغاية ما البصل يبدأ يدوب سنة عشان نحط المكونات تاني. تمام كده. بما اني بقطع المكونات صغير فهي ما بتاخدش وقت على النار. ممكن ملاحظين ان هي البصل بدأ يدوب. وطبعا نظرا لاستعمال النار العالية. طبعا في ناس بتخاف من النار العالية. المهم نار عالية نار هادية، المهم نوصل ايه للمستوى والريحة والطعم اللي يخلونا نتمتع بالاكل. هبدا هنا برضو تقطيع الطماطم برضو بحجم صغير جدا. تمام. ممكن تتبشر، انا بحب الحاجة تكون صحيحة. في ناس بتحب تبشرها لكن او تعصرها، انا بحبها اقطع الزهر قطع صغيرة كده، بالنسبة لي أفضل. والفلفل البارد والحار برضه نفس الكلام. في أكلات تانية بتلاقوا الفلفل متقطع بطريقة أخضر، لكن أنا شايف إن الأكلة دي عشان زي ما قلنا أكلة 5 دقايق يبقى فعلا الكلام ده مظبوط، إن هي ما تاخدش وقت، فلازم يكون كل المكونات بتاعتها صغيرة عشان ما تاخدش وقت أكتر. كده نديها تقليبة تانية كده على السريع. كده ما شاء الله. كده كمان هي محتاجه كمان تقريبا نحط المكون اللي بعد كده. كده انا هحط الفلفل البارد والحار. تمام. عشان يتجانس مع البصل لان هو قطع مش زي الطماطم. نزيله تقريبا كده معاه في اقل من دقيقه هيدوب. طبعا بيدي نفس نكهه خياليه. اي نعم طبعا متخيلين مستوى الريحه اللي انا موجود فيه. و
سيبها بس دقيقة كده، مجرد ان يدبل الفلفل نبدأ نحطه بقى كده. بدأ الفلفل خلاص مرحلة التوبان، ومع البصل والتجانس يبقى كده دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة ان احنا نضيف الطماطم ونديها تقريبا كده. هنضيف الطماطم بتاعتنا ونقلب. تحس ان الطماطم هتنزل بالطبخ دي. طبعا معظم الاكل اللي انا بعمله ما بحطش فيه ميه خالص، ان حطيت بحط اللي هو الزبادي او اللبن الغاير. بحب الاكل هو اللي يجي بالعصاره بتاعته. كده مجرد ان احنا حطينا الطماطم بدأت تدي روح الاكل وتدي لون مختلف وتغطيه خيال الاكل. المرحله دي هنضيف الملح بتاعنا ونضيف كميه توابل. انا بحب التوابل كتير بصراحه. نبدأ نديها تقريبا عشان طبعا اللي بيظهر طعم التوابل وريحه التوابل الملح. نقلب تقريبا كويسه عشان كله يتداخل مع بعضه، وهي كده يعتبر بنسبه 90% جاهزه للاكل. سندوتشات مكرونه بشاميل حواوشي. ايوه ممكن تعمل الحواوشي بالطريقه دي، بس بنزود فيه الفلفل الحار وبنزود فيه نسبه الدسم، بنخلي نسبه الدسم اعلى. كده وصفتنا خلصت، وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.